الايجيبشن كينج محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي واللي عنده فرصه كبيره طبعا اضافه رقم قياسي جديد لارقامه القياسيه في مشواره الحافل مع ليفربول لما يلعب مع فولهام في الدوري الانجليزي غدا ضمن منافسات الجوله ال 14 من البريمير ليج. محمد صلاح على بعد هدف واحد للوصول ل 200 هدف مع الريدز منذ انضمامه لليفربول في 2017، كمان صلاح على بعد هدف واحد للوصول ل 150 هدف في البريمير ليج منهم هدفين مع تشيلسي. واخيرا تواجد محمد صلاح في التشكيلة الأساسي لليفربول أمام فولهام هتكون المباراة 300 اللي يبدأها الفرعون والأسطورة ومالك البريمير ليج صاحب البريمير ليج مع الريدز في جميع البطولات.